إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة، بالضبط من شاطئ أشقة اللي هو أشهر شاطئ في مدينة طنجة، الغني عن التعريف، معروف شاطئ أشقة ومعروف بالكثافة ديال الناس اللي كتجي تبحر فيه. شوف شحال ديال الناس كيعوموا تبارك الله. هذا كيتعتبر شاطئ واعر من طنجة، ولكن في نفس الوقت احنا طنجة ورا كنعتبره شاطئ اللي هو خطر، حيت يعني كيغرقوا بزاف ديال الناس، ولكن الانسان خاصو يرد البال ديالو ويعمل الاحتياط ديالو. شوف تبارك الله شحال ديال الناس هنا، كلشي كيجي، كلشي جاي يتبحر، كلشي جاي يتبرد. شوفوا غير الباركي يعطيكم الخبر، الباركي راه عامر، راه من هنا حتى للقاع عامر طوموبيلات، يمين شمال الوسط عامر طوموبيلات. الأكثرية السيارات ديال الجالية حتى هما جاو يتبحروا ويتبردوا. شوفوا شحال ديال الناس في البحر كيعوموا. كيف ما قلنا متابعي قناة شوف تيفي، شاطئ أشقة كتعتبر من الشواطئ اللي هي واعرة في مدينة طنجة، ولكن الإنسان خصو يرد البال ديالو. هو شاطئ كيكون واعر نقي ومحترم، يعني كيف ما قلنا يعني الإنسان خصو يبقى يرد البال ديالو وصافي. يعني أشقة البحر كيكون هايج بزاف. البحر اللي كيكون هايج، شوف غير هاد العلامة الصفر كيعملوهم قرابين شوية من الحد ديال البحر، ماشي بحال فحال مثلا الشاطئ البلدي. الشاطئ البلدي هاد الصفر راه بعادي داخل، علاش؟ حيت يعني شاطئ مأمن بنسبة ديال 95% ديال الأمن، يعني قليل 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 بزاف فيه كتوقع شي حالة ديال الغرق. ماشي بحال أشقر يعني راه البحر هايج بزاف، عندها كيوقع فيه الحالات ديال الغرق بزاف. وهذا على حسب ما عارف انه اكثر بحر فيه لي متر ناجور بزاف، ماشي بحال بحور اخرين بحال الشاطئ البلدي. هذا فيه لي متر ناجور بزاف باش يعني يكون عاملين الاحتياطات ديالهم. كما كتشوفوا يعني شحال الناس تبارك الله كيبحروا، يعني شوفوا غير لي باراسول، وغادي يعطيكم الخبر يعني من هنا حتى للقاع ديال البحر كامل عمار. ولهذا كنبغي نوجه رساله للناس اللي كتجي تبحر في شاطئ أشقر، تقدروا تغلبوا البال ديالها وصافي. نتمنوا الجميع يدوز العطله بخير وعلى خير. يعني هذا هو الشاطئ ديال أشقة الغنية عن التعريف، ومن موراه لين كاين شاطئ ديال بقاسم اللي حصل على اللواء الأزرق، حتى هو بحال أشقة بحال بقاسم، حتى هما راه نفس المشكلة فيهم. يعني بالنسبة لي أنا كنشوف فيهم نفس المشكلة، يعني البحر كيكون هايج بزاف ماشي بحال البحور آخرين. البحر هايج بزاف، راه صعيب بزاف اليوم الإنسان خاصو يرد البال ديالو ويعمل الاحتياط ديالو، لا قدر الله راه ما معش اللعب.